السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابري عثرات الكرام. تاريخ النشر اليوم نحن طبعا بضمن الشهر العاشر. سامحوني على التأخير بهذا الفيديو، لكن لأسباب قاهرة يا جماعة الخير، والله ما في فضة. التسجيل على الهجرة إلى أمريكا، طريقة التسجيل وإدخال البيانات بالتفصيل، إدخال الصورة، رابط التسجيل. شاركوا هذا الفيديو لكل شخص متواجد على الأراضي التركية ويريد التسجيل إلى الهجرة على الهجرة على أمريكا، هي اللوتري، تمام، القرعة الأمريكية. حاليا إن شاء الله راح نسجل الواحد من الشباب إن شاء الله لوجه الله تعالى، نسجل له، تمام. ركزوا معي على طريقة التسجيل. هيا يا جماعة الخير، معلومات عن القرعة الأمريكية. طبعا كل هاي المعلومات راح اتركها بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب. قناتي على اليوتيوب تكتبون بالبحث على اليوتيوب محمد ابو حمزه جابر عثرات الكرام، هذا الرابط يا جماعه الخير مجرد تضغط عليه. انصح الجميع بالدخول عن متصفح الكروم، عن طريق متصفح الكروم يا جماعه الخير. شايفين انا راح ادخل على الرابط من طريق متصفح كروم، راح اعطي للرابط نسخ، ادخل على متصفح الكروم اعطيه لصق يا جماعه الخير البند الأول، تمام. طبعا راح يطلع لنا ثلاث أيقونات. الأيقونة الأولى هي يحكي عن اللوتري بشكل عام، هو لل 2025 إذا واحد انقبل. الصورة، تدخيل الصورة وطريقتها. حاليا تسجيل من هذه الأيقونة الخضراء، نضغط عليها، تمام، يطلع علينا هذا الرمز الحرفي، لازم ندخله بهذا المربع بالأحرف الكبيرة. طبعا نثبت على الأحرف الكبيرة سي أو جي بالتركي 3 في اكس. حاليا طبعا مدة الرابط يا جماعة الخير خلال 30 دقيقة لازم تخلص تعباية البيانات، تمام يا أخوان. طبعا الكروم ليش أنا أنصحكم بالدخول؟ لأنه يترجم اللغة العربية لسهولة التعامل مع البيانات الموجودة بضمن هذا الرابط. حاليا ندخل بيانات الشاب. الاسم الأول اللي هو اسم الشاب مصطفى، MUSTAFA مصطفى. اسم العائلة الجفال، LGAFAL الجفال. الاسم الأوسط أنا هو يعني اسم الأب عبد، تمام. ما عندك الكنية الوسطى أعطيه، لا يوجد. الجنس ذكر. المواليد يا جماعة الخير حسب ما هو ورد بالجواز تبعه. طبعا هذه القرعة لا تحتاج إلى جوازات سفر، لا تحتاج إلى جوازات سفر يا جماعة الخير، تمام. هاي من 1995 موجودة هذا الشيء، لكن سبحان الله ما كان حدا يخبر الناس. 1908 15 7000. المدينة التي ولدت فيها موجود بالجواز، الرقة، تمام. البلد الذي ولدت فيه سوريا، طبعا حاليا عم نسجل من التليفون يا جماعة الخير، ها، عشان الناس ما تفكر انه يعني أي سوريا يا جماعة الخير. إذا بدك ما تكتب مثلا مدينة غير معروفة نعطيه هذا الأمر. طبعا هذاك المسقط الرأس، طبعا هذا نخليه على نعم، تمام. ما نكتب له لا، نكتب له نعم، تمام. حاليا ندخل الصورة، نعطيه اختيار الصورة يا جماعة الخير، اختيار الصورة. الشاب بعث لي ثلاث صور، فراح أختار أنا إن شاء الله لأشوفه أنسب، بلك الله سبحانه وتعالى تنقبل بهذه أو بهذا الرابط. وين الشاب؟ هذا الشاب. انا حاس انه اكثر شيء مناسبة هي النصية، نختارها اللي في الوسط، تمام. اين بهذا الخيار يا جماعة الخير؟ العنوان البريد، نحط اسم الشاب، نرجع لفوق نعطي على اسم الشاب باختيار، فيك انك ما تكتبه طبعا، تمام. حاليا نعطيه اسم الشارع وليكن أم واجهة.
تمام. طبعا السطر الثاني هو اختياري ايضا، رقم البيت مثلا وليكن 4. اللي بعده مدينتك او البلد، تمام. المنطقة حي مأمون، رمز بريدي لا يوجد مثلا، تمام. رمز بريدي لا يوجد. المدينة، مدينتك انت وين متابع لأي مدينة؟ سوريا. طبعا لازم مدة الرابط 30 دقيقة، بخلال هالثلاثين دقيقة تكون مجهز كل أوراقك يا جماعة الخير، لأنه راح يفصل الرابط. هاي سوريا. البلد الذي تعيش فيه حاليا هو تركيا، هو الشم موجود بتركيا، لكن وضع الكمال وكل أمور ما يضابطه. ندور لتركيا، عم بسجل لكم بالتفصيل الممل يا جماعة الخير مشان الكل يتنبه ويستفاد من هاي التجربة. طبعا التسجيل، هاي تركيا، مجانا، مجانا يا جماعة الخير، التسجيل مجانا مشان ما حدا يستغلكم يعني بمصاري او شيء. رقم الهاتف الشاب طبعا هو موجود مثل ما حكينا لكم انه هو موجود بتركيا، رقمه بالتركي، ولازم نسجل النداء، نداء تركيا، تمام. حاليا لازم نسجل نداء تركيا يا جماعة الخير. 0-9-0-5-3-6-2-5-8-4-80. تمام. عنوان البريد الإلكتروني حاليا راح أنسخه وألصقه، حاليا راح أعطيه لصق. ما عم يلصق، بدي أكتبه كتابة يا جماعة الخير. تمام. مصطفى، مصطفى دبل أ ال ج اف ات جيميل دوت كوم. راح انسخ واحاول من هذا المكان نسخ، اكد مره ثانيه لصق ما التصق، نفس الشيء لازم اكتبه. مصطفى ال ج ات جميل دوت كوم. تمام. ايش دارس هو؟ طبعا هو دارس الشبل الاعداديه، تمام. حاليا نعطيه البند اللي بعده. طبعا عم بمشي معاكم خطوه بخطوه يا جماعه الخير، وكانه قاعد اسجل اول باول، وفعليا عم بسجل انا اول باول يا جماعه الخير مشان ايش؟ مشان الناس تستفاد، ما حدا يستغلها بموضوع يعني اخذ المال او ما شابه. تمام. وصلنا للخطوه 13. ما هو وضعك اعزب؟ عدد الاطفال 0. تمام. متابعه، شو عم يعطينا؟
مخربطين هين بالمواليد 1998. تمام، نرجع من جديد. ايش موجود هين؟ يجب ان تكون صورتك صورة مربعة يتراوح حجمها بين 600 بكسل الى 1200 بكسل، ما قبلهم هاي الصورة اللي بالنص. طبعا حاليا راح احاول مع صورة ثانية، شايفين يا جماعة الخير؟ طيب نكمل معاكم، نعطيه متابعة. حاليا جربنا الصورة الاولى كمان نفس الشيء بخطأ، نعطيه ترجمة. الصورة ايضا ما قبلها مرة ثانية. نجرب الصورة الثالثة اللي هي اخر وحدة، نشوف. نعطيه متابعة. للأسف ما قبل الصورة، بدها تكون الصورة يا جماعة الخير. طبعا هذا الفيديو راح انزله، الصورة راح تكون لازم تكون 600 × 600 بكسل او 1200 × 1200. تمام، او 1200 × 1200. والمواليد مواليد صح. طبعا بعد ما دخلنا هي كل هالبيانات هاي نعطيه متابعة، لازم نتأكد من الصورة. الصورة ضروري تروح على على يعني مصور ينزل لك اياها، تمام، يصورك بالكاميرا بدقة 600 × 600 لل 1200 حتى يمشي حالها. من مشي حالها تعطيه متابعة وتسحب ملفك على شكل ملف PDF عشان تشيك بيوم من الايام وقت يطلع لك تطلع النتائج. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اخوكم محمد ابو حمزة جابت الكرام. اذا حصلت حدا يضبط الصورة راح اسوي فيديو اخر. السلام عليكم.